طرفي النزاع في سوريا وغياب الرؤية الواضحة لحل سياسي في القريب العاجل للأزمة السورية. فقد توقعت الأمم المتحدة بأن تؤدي الحرب في سوريا إلى فرار أكثر من 4 ملايين سوري من بلادهم بحلول عام 2014. كما أشارت الأمم المتحدة في وثيقة لها إلى أن أكثر من 8,300,000 سوري سيحتاجون لمساعدة إنسانية بحلول العام القادم، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 37% مقارنة بالعام الحالي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد أنباء الاقتصاد. إيران تأمل في التوصل إلى خارطة طريق حول ملفها النووي خلال مفاوضات جنيف المقررة غدا. لكم تامر وإيمان، وأهلا بكم مشاهدين في هذه الجولة الاقتصادية نتابع فيها بعد الفاصل. وزارة التموين توفر اللحوم المذبوحة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال 3600 منفذ. أهلا بكم من جديد. رغم ارتفاع أسعار اللحوم يقبل المواطنون على شرائها في العيد، وقامت وزارة التموين بعمل تخفيضات على اللحوم المذبوحة والمجمدة تصل إلى 25%، وذلك من خلال 3600 منفذ. فرحة المصريين في عيد الأضحى لا تكتمل إلا بشراء اللحوم، فرغم ارتفاع الأسعار لا يزال الإقبال على شراء اللحوم جزءا رئيسيا من مشهد الاحتفال بالعيد. وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن كاهل المصريين، طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة وجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% في فروع الاتحاد التعاوني. تأكيدا على هدفنا في خفض الأسعار، احنا الحقيقة اتفقنا مع مجتمع التجار على وضع تسعيرة استرشادية قبلها المجتمع التجاري، وبنلزمه بيها انه بيعلن عن الأسعار وانه بيلتزم بالبيع بهذه الأسعار الاسترشادية. الحقيقة يوميا بنظبط مخالفين اما ما بيلتزموش بالاعلان عن الأسعار او انهم بيبيعوا بغير بأزيد من السعر المعلن، والحقيقة بيتم القبض على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة، والعقوبات الحقيقة بتتراوح من سنة حبس إلى 5 سنوات أو الغرامة اللي بتتراوح من 1000 إلى 5000 جنيه. آراء المواطنين اختلفت حول أسعار اللحوم بعد التخفيض من قبل الوزارة. في ناس منتظمة وفي ناس ما بتنتظمش، بس الأغلبية منتظمين. سعر بقلت شوية برضه بقى كل سنة، والسعر هو برضه سعر البيبي. السعر بتاع دي زي ما هي، ماليش دعوه بوزاره التموين عشان ما حدش دعمنا اصلا. عايزين حاجه متناول الايدي الناس كلها، 50 يعني حاجه يقدر الزبون او يقدر الناس تاخدها وتشتريها. جدير بالذكر ان وزاره التموين تطرح هذا العام اللحوم المخفضه من خلال 3600 منفذ توزيع على مستوى الجمهورية. عيد الأضحى المبارك هو فرصة رائعة للتراحم والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار اللحوم. المصريون يشتاقون إلى البهجة والفرحة، فهل تستطيع فرحة العيد أن تغير المشهد في الشارع المصري؟ عيد سعيد، بسمة الشاعر، النيل. أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال التزام الوزارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام في يناير المقبل وبقيمة 1200 جنيه طبقا لقرار مجلس الوزراء. وشدد جلال على توفر التمويل اللازم لزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ليس المقصود به إعادة هيكلة الأجور، وإنما تحسين الأحوال المعيشية لمن هم في أول السلم الوظيفي مع وجود قدر بسيط من التمييز في زيادة جديدة بين كل مستوى وآخر من المستويات التالية للدرجات الوظيفية. أعلن البنك المركزي تراجع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة في السوق المصرية في نهاية أغسطس بنحو 600 مليون دولار عن مستواها في نفس الوقت من يوليو السابق عليه لتصل إلى 31.8 مليارات دولار. كما سجلت قيمة الإيداعات بالعملة الأجنبية في حسابات جارية بالبنوك المصرية، وهي الحسابات التي تمتلك الحصة الأكبر فيها، سجلت خلال الفترة نفسها تراجعا بنحو 400 مليون دولار لتصل إلى 7.8 مليارات دولار.
أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنذارا للسلطات الاقتصادية في البلاد، وأعلن عن ارتفاع نسبة الفقراء في مصر خلال العام 2010-2011 إلى 25.2% من إجمالي عدد سكان البلاد، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفقر المدقع بين المصريين إلى 4.8%. وكشف الجهاز عن أن 12.6% من السكان يعانون من الفقر المزمن طويل الأجل، وأن 15.2% دخلوا دائرة الفقر خلال الفترة من 2009 إلى 2011. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد وصلت إلى 10.5% من عدد السكان، واستحوذ الصعيد على أعلى نسب الفقر بالبلاد بمعدل 51.4%. قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن ليبيا تنتج في الوقت الحالي ما بين 600 و700 ألف برميل يوميا من النفط، في الوقت الذي وحد منظمة أوبك إنهاء احتجاجات تسببت في غلق حقول النفطية وموانئ التصدير، وخفض عمال مضربون وجماعات مسلحة ونشطاء سياسيون إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر الماضي. وقطعت ليبيا أولى خطواتها صوب استئناف الإنتاج من بعض الحقول في الغرب في منتصف سبتمبر بعد توصل لاتفاق مع بعض المحتجين. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من خطورة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقالت لاجارد إنه كلما طالت مسألة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية بموازاة رفع سقف الدين فإن العواقب ستكون سلبية وخطيرة للولايات المتحدة ولباقي العالم، معربة عن أملها في أن يتم حل المشكلة بصورة سريعة. وأشارت إلى أنه لا يمكن استبعاد سيناريو الأزمة المالية التي بدأت في عام 2011 حينما تأثرت المفاوضات حينها بأسعار وعوائد السندات وساءت شروط التمويل، مؤكدة استمرار هذه الأوضاع عقب التوصل إلى حل لمشكلة الموازنة. أبدى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية ورفع سقف الدين، جاء ذلك بعد مباحثات وصفها بالبناءة مع زعيم الجمهوريين في المجلس. أنا رأيت مباحثات مثمرة مع زعيم الجمهوريين، وستتواصل هذه المناقشات الهامة، وأنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى نتائج إيجابية للمشاكل التي تواجه البلاد حاليا. مشاهدينا، انتهت هذه الوقفة الاقتصادية، عودة إلى الشق السياسي من هذه الساعة الإخبارية الشاملة. أترككم من جديد مع زميلي إمام منصور وتامر حنفي. تفضل. شكرا لك يا عفت. أعرب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي محمد جواد ظريف في أن تفضي مفاوضات جنيف مع مجموعة 5+1 المقررة غدا في وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف طهران النووي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن العملية ستكون معقدة. وطالب ظريف بضرورة تنظيم اجتماع وزاري بين إيران والقوى الست الكبرى بعد مفاوضات جنيف. كان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد استبق مباحثات جنيف بالتأكيد على رفض بلاده بشكل قاطع إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، كما شدد على أن تخصيب اليورانيوم يمثل الخط الأحمر بالنسبة لإيران في المفاوضات. ارتفع عدد ضحايا التفجيرات التي وقعت بالعراق بالامس الى 25 قتيلا واكثر من 100 جريح، واعلنت السلطات العراقيه حاله استنفار ودرجه الاستعداد الامني في بغداد والمحافظات استعدادا لاستقبال عطله عيد الاضحى التي تبدا غدا الثلاثاء. ومنذ بدايه شهر اكتوبر الجاري اسفرت اعمال العنف اليوميه التي يشهدها العراق عن مقتل نحو 300 شخص لتتجاوز حصيله قتلى منذ مطلع العام لحوالي 5000 شخص. اعتقلت أجهزة الأمن وقوات مكافحة الشغب الروسية حوالي 400 شخص عقب عمل شغب احتجاجا على مقتل شاب من أبناء القومية الروسية على يد شخص من أصول قوقازية. كان المحتجون وغالبيتهم من الشبان وبينهم متشددون قد اقتحموا مركز بيروز التجاري جنوب العاصمة موسكو، وضربوا الحراس وحطموا عدة واجهات زجاجية، وهاجموا سوقا يعمل به أفراد من أصول قوقازية.
وطالب المحتجون السلطات بتجديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في نسبة الجريمة إثر تزايد عدد القادمين والعاملين فيها من أصول قوقازية على حد قولهم. قضت محكمة ماليزية اليوم بقصر استخدام لفظ الجلالة الله على المسلمين فقط للإشارة إلى الرب. بهذا الحكم تكون المحكمة قد أيدت حظرا فرضته على فرضته الحكومة على استخدام لفظ الجلالة في صحيفة كاثوليكية، وألغى القرار بنجاح أو بإجماع آراء القضاة في محكمة استئناف ماليزية أيد حكما أصدرته محكمة أقل درجة في عام 2009 وسمح لنسخة صحيفة هيرالد باستخدام كلمة الله. مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها بعض أنباء رياضة. الحلوى التقليدية على الموائد السورية احتفالا بعيد الأضحى رغم ويلات الحرب. رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون إلا أنهم لم ينسوا تحضير الحلوى الشامية التقليدية لتوزيعها بالمجان على المواطنين في أيام عيد الأضحى المبارك. وقد تبرع أحد أصحاب المقاهي السورية بمقاهي لمجموعة من الشباب كي يجهزوا هذه الحلوى طوال أيام عيد الأضحى. برب البيت النبي عرف تعال. بهذه الأشعار بدأت مجموعة من السوريين في تجهيز كميات من الحلوى الشامية التقليدية لتوزيعها على الناس في عيد الأضحى المبارك رغم المعاناة والأزمة المستمرة في سوريا. ومع استمرار الحرب الأهلية الطاحنة نقصت من أسواق دمشق كثير من مكونات الحلوى، وبات كثير من الأسر غير قادر على صنعها أو شرائها قبل العيد. اعطيت الكفالة تكون مقر للمبادرة، مثل بالنهاية يعني الشعب السوري ما طاونا، انا سوري وهذا اي شيء ممكن يقدمه اي حدا سوري يعني اقل شيء ممكن. ولا تقبل هذه المجموعة اي تبرعات نقدية على عكس مبادرات اخرى مماثلة، لكنها تحصل من المتبرعين على مكونات حلوى العيد التي تخبز في مقهى تبرع مالكه باستضافة المتطوعين فيه. لما حاول نساعد هالعوائل هي على انه يقوموا بواجبهم قدام اطفالهم قدام الضيوف اللي ممكن يجوهم باي وقت بدون اي احراج. ويحل عيد الاضحى هذا العام في وقت حذرت فيه جماعات ومنظمات من ان الاطفال السوريين باتوا يموتون من سوء التغذيه ومن تزايد الجوع في مناطق القتال. وأشارت منظمة إنقذوا الأطفال إلى تقارير ذكرت أن ربع الأسر السورية بات لا يستطيع شراء أي مواد غذائية لفترات زمنية تصل أحيانا إلى أسبوع، وذلك رغم توافرها في الأسواق لكن بأسعار مضاعفة في وقت يتزايد فيه الفقر. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 4,200,000 سوري يحتاجون إلى معونات غذائية. إبراهيم بهاء، أنيل. وهذه نقطة ختامنا ومعها نذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. الله حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. إجراءات أمنية مشددة بالميادين الرئيسية للتصدي لأي خرق للقانون خلال تظاهرات دعا إليها أنصار وتنظيم الإخوان. جون كيري يبحث في لندن اليوم بجهود عقد مؤتمر جنيف 2 وتفجير جديد في سوريا يوقع 20 قتيلا. ختام نشرتنا الإخبارية الشاملة لهذه الساعة. إلى اللقاء.